السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ ربي يبارك فيكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة. إخواني يعني متابعة لسلسلة المبتدئين، إن شاء الله بدي أتكلم اليوم عن التحويل من مساحة المقطع إلى الدزيم. تحويل من مساحة المقطع إلى الدزيم. طبعا اللي ما بيعرف الدزيم، الدزيم هو كل 10 دزيم تساوي 1 ملم، كل 10 دزيم تساوي 1 ملم. احنا عشان نكون فاهمين، فاحنا بنشتغل عندنا بالدزيم. صراحة انا ما عمري اشتغلت ما بعرف شو بسموها اهلنا في العراق، سويج ولا مش عارف ايش، ما بعرف. الاقطار عندهم بتختلف عن عندنا، او اساميها بتختلف. فالمهم أنا بدي أشرح اليوم عن الدزيم وكيف التحويل للدزيم. هي الطريقة المعروفة أو المشهورة بين الأغلب، وإن شاء الله إخواننا يعني حتى اللي في العراق إنهم يعني يفهموا هذا الموضوع ويستطيعوا إنهم يحاولوا ويشتغلوا على هذا الموضوع. طيب، إحنا حكينا في الفيديوهات السابقة كيف نحسب مساحة المقطع، اللي هو في القانون نون قاف تربيع باي، اللي هو نصف القطر في نصف القطر ضرب باي، اللي هي رقم ثابت اللي هو 3.14%، رقم ثابت، أو 22/7. بس احنا متعرف عليه بنشتغل عليه 3.14%، نفس القيمة هي. طبعا من هذا القانون احنا بنحسب مساحة المقطع، نضرب نص القطر بنصف القطر في 3.14%، فبطلع الناتج معنا مساحة المقطع. هاي مساحة المقطع مش هي اللي بنشتغل عليها السلك، هاي مش القطر. احنا اللي بنشتغل فيه بالمحرك اللي هو القطر. فاحنا لما نوجد مساحة المقطع لازم نحولها مساحة المقطع هاي الى قطر، على اساس انه احنا نشتغل فيها. طبعا السلك زي ما انتم عارفين، ما بدي انا اطول كثير، السلك دائري، فهذا هو قانون الدائرة اصلا. يعني السلك دائري، وعندك نقطة المركز في النص للدائرة، ولو رسمنا خط هيك هذا اسمه نصف القطر، نصف القطر للدائرة. وطبعا لو كملنا الخط لهون هذا اسمه كامل، الخط كامل اسمه قطر، قطر الدائرة. مساحة المقطع المساحة كاملة، أما من هون لهون اسمه قطر، هذا الخط اسمه قطر. فإحنا لما نرسم النقطة في النص اللي هي المركز، بيصير هاي الجهة اليمين مثلا أو الشمال هاي نصف القطر، وهي الجهة اليمين بتصير نصف القطر. فإحنا بنضرب نصف القطر هذا في نصف القطر اللي هون، بنضربه في القيمة الثابتة اللي هي الباي 13.4%، تطلع معانا مساحة مقطع السلك بالكامل. وبعدها إحنا بنحول للدزيم. طيب ما بعرف، أعطيكم مثال. مثلا يعني أنا هون عندي مسجل على الدفتر، عامل حساباتي للأقطار ومساحات المقطع. مثلا خلونا نختار سلك، مثلا عندنا سلك 10. طبعا راح ننتقل احنا الان للآلة الحاسبة ان شاء الله، وعلى اساس انه نحسب سلك 10 دزيم، اللي هو انا مسجله هاي عندي مساحة مقطعه 78. خلونا نسجل هون مثلا 10 دزيم تساوي 78، أو مساحة مقطعها هاي اسمها مساحة المقطع، وهذا اسمه القطر. إذا عندنا سلك 10 مساحة مقطعه 78. والآن خلونا ننتقل ونحسب على القانون هذا اللي هون حكينا عنه، نصف القطر في نصف القطر. خلونا ننتقل للآلة الحاسبة وبرجع لكم. طيب ننتقل للآلة الحاسبة الآن. احنا حكينا سلك 10 دزيم، قطره 10 دزيم، قلنا مساحة مقطعه 78، ما تنسوا. طبعا القانون زي ما حكينا، نصف القطر ضرب نصف القطر ضرب الباي اللي هي 3.14%. العشرة دزيم هذا القطر، بدنا نصف القطر، بنقسمها على 2 عشان نطلع لنا نصف القطر اللي هو 5. طبعا هذا نصف القطر، اذا الان نضرب نصف القطر في نصف القطر، فبنضربها في 5 بيطلع معنا 25. هذا نصف القطر في نصف القطر، الان بنضربها في الباي اللي هي 3.14% وتساوي
78.5. هاي هي مساحة المقطع. هاي هي مساحة المقطع. طيب والآن احنا شفنا كيف حسبنا مساحة مقطع العشرة ديزيم عن طريق القانون، نصف القطر في نصف القطر في 3.14%، وطلع معانا 78.5 حتى هاي نص. طيب الآن حسبنا مساحة المقطع، الآن بدنا نرجعها للدزيم، بدنا نحسب يعني احنا طلع معانا مساحة مقطع. طبعا هذا الكلام انا بحكيه اذا كان عندك سلكين ثلاث اربعة حسبت مساحة مقطعهم بالكامل، فطلع معاك مساحة مقطع كلية عدد كبير، فكيف تحوله الى الدزيم؟ يعني تقسمه على اثنين على ثلاث على سلكين على ثلاث وبطلع معك مساحة مقطع جديدة، فكيف تحول هاي مساحة المقطع الجديدة إلى الدزيم؟ طيب عشان نحول إحنا مساحة المقطع إلى الدزيم بنستعمل أو بنستخدم القانون التالي اللي هو 2 ضرب مساحة المقطع على الباي والكل تحت الجذر، 2 لحالها، 2 مش تحت الجذر، 2 مش تحت الجذر، 2 ضرب مساحة المقطع تقسيم الباي اللي هي 3.14%. طبعا مساحة المقطع والباي تحت الجذر، فإحنا عشان نطلعها ونسهل علينا أول إشي بنحسب مساحة المقطع على الباي وبطلع معنا رقم، بنشوف الجذر تبع هذا الرقم وبنضربه باثنين بطلع معنا الدزيم. فخلونا نرجع للحاسبة عشان إيش نحسب سلك 10، نشوف انه بيرجع معنا هاي مساحة المقطع 78، عندنا مساحة مقطع الان 78.5، بدنا نحسبها نحولها للدزيم نشوف انها بتطلع معنا 10 او لا بناء على هذا القانون. طيب الان ننتقل للحاسبة. طبعا مساحة المقطع كانت تبعت 10 دزيم اللي هي 78.5. خلونا بس نقلب الآلة الحاسبة على أساس إنه تعطينا بالجذر. طيب 78.5 قلنا القانون بيحكي 2 ضرب مساحة المقطع تقسيم الباي 3.14%، الكل تحت الجذر، طبعا 2 مش تحت الجذر، فخلونا نحسب 78.5 تقسيم اللي هي مساحة المقطع تقسيم الباي اللي هي 78.5 تقسيم الباي اللي هي 3.14% بيطلع معنا 25. طبعا احنا عندنا جذر 25 يساوي 5، والان نضربها في 2 بيطلع معنا 10، فاذا طلعت معنا مساحة او القطر 10 اللي هي استنتجناها من هذا القانون اللي هو 2 ضرب مساحة المقطع تقسيم الباي تحت الجذر، حسبناها وطلع معانا 10 دزيم. وهيك احنا بنحسبها. بس بدي اكرر لكم اياها المعلومة على اساس انكم تحفظوها. اول اشي القانون بيحكي 2 ضرب، طبعا هاي 2 ضرب مش تحت الجذر لحالها، مساحة المقطع تقسيم الباي اللي هي 3.14%، المساحة المقطع والباي تحت الجذر. بنحسب أول شيء مساحة المقطع بنقسمها على الباي والرقم اللي بيطلع معانا بنحطه تحت الجذر وبعدين بنضربه باثنين والناتج معانا بكون هو القطر. طيب معلش أنا حاب أعطيكم مثال ثاني. مثلا أنا عندي سلكين، بدي أعطيكم مثال معروف بيكون بالنسبة لكم. بدنا نحسب سلك 7 دزيم أو سلكين 7 دزيم، بنحسبهم على السريع، بنحسب مساحة مقطعه 7 دزيم، طبعا هذا القطر تقسيم 2 عشان نأخذ نصف القطر بيطلع معنا 3.5 ضرب نصف القطر اللي هو 3.5 برضو بيطلع معنا 2.12، نضربها هسه في الباي اللي هي 3.14% وتساوي مساحة مقطع سلك 7 38. أنا قلت إنه عندنا سلكين، مثلا عندنا سلكين 7 دزيم بدنا نحولهم لسلك واحد ونعرف شو هو السلك. طبعا مساحة مقطع سلك 7 دزيم 38.4. إذا هاي نضربها في 2 اللي هو عندنا سلكين بيطلع معنا 76.9. 76.9 هاي مساحة المقطع المطلوب الآن أعرف أنا
شو القطر اللي بيساويها، انا ما بعرف، فبدي احسبها بالقانون اللي هو حكينا عنه 2 ضرب مساحة المقطع تقسيم الباي الكل تحت الجذر. فبنحسب اول شيء مساحة المقطع بنقسمها على الباي، عندنا مساحة المقطع اللي طلعناها تبع السلكين السبعة 76.9 بالعشرة تقسيم الباي اللي هي 3.14%، بيطلع معانا 24.4. طبعا 24.4 الآن بنحطها تحت الجذر، 24.4 تحت الجذر تساوي 4.9. الآن بنضربها في 2 تكملة القانون وتساوي، طلع معانا 9.8 بالعشرة، يعني 10 ديزيم. هذا الناتج الآن هو بالديزيم، 9.8 بالعشرة يعني 10 ديزيم. إذا سلكين 7 ديزيم يساوي سلك واحد 10 ديزيم. طيب وزي ما شفتوا الحمد لله احنا حسبناها مساحة المقطع وحولنا من مساحة مقطع إلى ديزيم بناء على القوانين هاي. وهي القوانين أنا بحب أقرب لكم إياها على أساس إنه أنتوا تأخذوا لقطة للشاشة على أساس تحفظوها. بس أهم ملاحظة أنا بالنسبة للقانون هذا اللي هو تحويل مساحة المقطع إلى الديزيم، في البداية بتقسم مساحة المقطع على الباي اللي هي 3.14% دائما ثابتة، بتقسم مساحة المقطع على الباي وبعدين بتحط الرقم الناتج تحت الجذر، والناتج من الجذر بتضربه في 2 بيطلع معاك القطر، الناتج بيكون القطر. وهاي هي إن شاء الله إنكم تستفيدوا من هاي المعلومات. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.